دكتورة منال، دكتورة يعني عايزة أعرف كده من حضرتك تفصيلا، يعني مساهمات صندوق تحيا مصر في تطوير ما يطلبه الشباب من الدولة، حضراتكم كصندوق بتساهموا إزاي؟ لو بصيتي كل برامج تحيا مصر، انت مستهدفه الشباب في كل البرامج. يعني انت لما بتشتغلي على برنامج علاج فيروس سي، انت بتبتدي من سن 18 سنه، فانت بتسدي عجز موجود في الدوله. لان انا دوري كصندوق ان انا مش مؤسسه بديله، انا مؤسسه بدعم النقص اللي موجود من خلال تبرعات المصريين. فانت عندك مشكله فيروس سي، لان انت الشباب لو مريض مش هتاخدي انتاج، فده بالزبط. جانب صحي انت مستهدفه يمكن الشباب. قبل حضرتك كنا بنتكلم على هبني ازاي وانا عندي الشباب صحتهم اولا. بالظبط بالظبط، فده مش جزء كويس. مهم جدا. ده استهداف عدد مهول. يعني احنا النهارده خلصنا في 4 اشهر 185,000 مريض من اللي هم اشد احتياجا. عظيم. واحنا دايما بنستهدف الفئه اللي ليس لها تغطيه تامينيه، يعني لا عنده تامين صحي ولا عنده جهه بتدي له خدمه طبيه. تمام. الخطوه اللي بعدها ان احنا بدانا ننسق مع الجامعات ان احنا نبتدي نعمل الفحص ده على الطلبه، لان انت الطالب فحص دوري، يعني فحص فيروس سي اول ما يدخل. وبنقول الفرقه الاولى في الاول، لان انت ما انتيش عارفه هو بيعمل تحاليل طبيه وهو داخل. فقلنا لا، بالمره كمان نعمل فيروس سي، وده طبقا لخطه الدوله. كويس قوي. ده جزء اساسي للشباب. ممكن توصلي للمرحله الثانيه للفرقه الرابعه. وبعدين خدي بالك ان الشاب ده هو الترمومتر بتاع الاسره، فانت لما بتستهدفي احد الشباب انت بتستهدفي كمان معاه 5 افراد. فانت بتعملي دعم بشكل مختلف، وبتقدري توصلي فعلا للعجز الطبي في هذا المجال. تمام. سؤال اخر برضو بيطرح نفسه وبيسأله العديد من الشباب، بتقدموا ايه كصندوق تحيا مصر كبرامج تدريبيه وتاهيليه للشباب؟ احنا اتكلمنا على البرنامج الرئاسي. ده برنامج، لان انا بقول لحضرتك انا مكمله وليست دوله بحجمها. في برامج اخرى لتدريب وتشغيل الشباب، اللي هي المهن. يعني احنا النهارده طلعنا 1000 تاكسي في 10 محافظات، دول كلهم كان استهداف من سن 22 سنه ل 35، فدول شباب، فئه شباب. نفس الحكايه في النقل المبرد، لما قلنا هنعمل شركات من الشباب للنقل المبرد للعربيات اللي هي 5 طن والواحد ونص، احنا استهدفنا برضو فئة الشباب. لما بدأنا نتكلم على الإقراض المتناهي الصغر، قلنا المتناهي الصغر ده انت بتكلمي على 5000 جنيه او 10000 جنيه، برضو قلنا الفئة الأولوية المطلقة للشباب. صحيح. فبتلاقي الشباب كروس كاتنج في كل حاجة. يعني بتلاقيه هو المحور الأساسي لكل برامج الصندوق. تمام. طيب يعني الدعم حضراتكم بتقدموا دعم كدعم تأهيل ودعم تشغيل، وفي طيب حضرتك شايفة الاهتمام حاليا بمنتهى الصراحة من المؤسسات الحكومية بالشباب في خلال خلينا نقول السنة أو السنتين اللي فاتوا، وصل من إيه لفين ومحتاج إيه؟ لا ده تقييم هيبقى كبير قوي إن أنا أقوله لك، بس خليني أقول بالملاحظة أو بالمشاهدة. في اهتمام، يمكن الاهتمام مش بالنسبة المطلوبة، لكن في اهتمام. بس أنا بقول الاهتمام ده بينقصه حاجة مهمة جدا، إن أنت تشبكي مع الجامعات كلها. يعني أنت بتلاقي في جامعة بتشتغل بفكر معين، بتلاقي جامعة القاهرة بتشتغل بفكر آخر. أنت عندك 12 جامعة حكومية. أنت لو حصل إن في رابطة لكل الجامعات دي وتشتغل على برنامج موحد، يعني أنت قلتي كلمة كويسة قوي، أنت بتنزلي على الوزارات. كم واحد بينزل على الوزارة وبينزل بيعمل ايه؟ فانتي لازم تعملي انتي كجامعة مع اتحاد الطلبة مع كل الجامعات. لا ده انتي ممكن تساعدي البرنامج الحكومي في المتابعة. احنا دايما عندنا ديفو رهيب جدا، ان انتي الخطة الخمسية للدولة بتبقى محترمة قوي، والاستراتيجية هايلة، والتنفيذ انتي بتنفذي رائع. لكن في دايما عندنا عنصر المتابعة الدورية والرقابة بيبقى غير موجود. في التنفيذ بس ما بنتابعش، ما بتتابعيش بالشكل المطلوب. يعني احنا ايه اللي منجحنا في صندوق تحيا مصر؟ ان انت عندك آلية متابعة مستمرة ودورية، وفي تقريبا بيطلع شبه نص شهري وشهري، وبتراقبي المنحنى للنجاح بتاعك. تمام. في كل برنامج انت لازم تنقلي هذه التجربة. وانا بقول طلبة الجامعة طلبة على علم وعلى مستوى ثقافي، لازم يبتدي يشتغل بهذا الفكر. تمام. ما تنزليش تقولي انتوا بتعملوا ايه، لا ده انا عندي برنامج عايزاكي تابعي لي تنفيذه. تعالي بقى اعملي فرق متابعه في كل مصر، اعتقد ان دي هتعمل طفره. ده يبقى اشراك الشباب، مش هقولك بقى العمليه السياسيه فقط، لا ده في الاداء كمان الحكومي. بالظبط. ان احنا بنشتغل مع بعض. المتابعه، انا عايزه اعرف منك شيرين رايك ايه في قصه ان يكون في متابعه. والله يعني انا تجربه متابعه التنفيذ دي هايله جدا. ده في نقطه تانية كمان بجانب المتابعه، لو تسمحي لي في نص دقيقه. حضرتك برضو قلتي من الكلام غير المتابعه،
في نشر الثقافة، احنا عندنا مشكلة رهيبة جدا ما بين الشباب والهوية. ان احنا بنعمل زي كده، ما دول النقاط برضو من يعني المتنى. بنيجي نهمش فئة، انت متوسط، انت دبلوم، انت صنايعي، انت مش عارفة ايه. انا وجهة نظري ان هذا الفكر لازم الشباب اللي في مصر هو اللي يغيره، مش الاعلام. انت هتبني رسالة، لكن الاساس ابتديها من الجامعة، ابتديها من اعدادي اللي هو بيبتدي يتنقل مش ثانوي عام لثانوي فني. انت لو تبنيتي في لجنة الثقافة والاعلام، وده تم، شوفي بقى لو تم في 12 جامعة حكومية في مصر بفكر موحد، ان انت تعملي تارجت على مدار 4 سنين تكثيف، تشتغلي على هذه النقطة، اعتقد ان انت هتعملي كمان طفرة ثقافية ما بين الشباب. أكيد. فهتلاقي في امراض اجتماعية هتلاقيها بتختفي بالتدريج. طيب، ولكن واضح ان القصه اللي بتقولها دكتوره منال دي معاناه الجميع. ان احنا عندنا فكر انت بتشتغل كذا تبقى حلو، وانت بتشتغل كذا تبقى وحش. دي ده قمه الفشل، وهعيد الكلمه تاني، ده قمه